بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق الشوط الثاني المفتوح. الشوط الاول اعتبار الشوط الثالث واللي على المركز الاول المتحدة سالم الرملة بالرميلة العامري، واللي على المركز الثاني وصلت قمرية ليابر بن حمد من خميس البطيني، واللي على المركز الثالث وصلت مصيحة لعويقة بن السيل بن حمد العامري، والله واللي على المركز الاول المتحدة سالم بن رملي العامري، الله يا بن رملي، واللي على المركز الثاني وصلت قمرية ليابر بن حمد من خميس البطيني، ولكن المتحدة تنحزر من سلالة المتحد بن رملي صاحبة الانجاز، ولكن اللي على المركز الثاني وصلت قمرية ليابر بن حمد بن خميس البطيني، واللي على المركز الثالث مصيحة لعويضة بن السهيل بن حمد العامري، ولكن المتحدة الستمية متر الأخيري الفاتح النهائي، ولكن المتحدة سالم بن الرملي العامري، ولكن وصلت قمرية ليابر بن حمد بن خميس البطيني، الله قمرية يابر بن حمد بن خميس البطيني، ولكن المتحدة سالم بن الرملي العامري، ولكن وصلت قمرية يابر بن حمد بن خميس البطيني، الله يا ابو حصة حرك وروح، ولكن المتحدة سالم بن الرملي العامري، الله سالم بن الرملي صاحب الانجازات شعار الانجازات سالم بن الرملي العامري، حرك وروح يا بن الرملي، ولكن قمرية يابر بن حمد بن خميس البطيني، واللي على المركز الثالث وصلت مصيحة عويضة بن السيل بن حمد العامري، ولكن المتحدة سيل سالم بن الرملي العامري، سلام المتحدة سلام سالم بن الرملي العامري، سلام بن الرملي سلام سلام بن الرملي سلام المتحدة سالم بن الرملي، تهانينا والناموس إلى المتحدة سالم بن الرملي العامري، والمركز الثاني وصلت قمرية يابر بن حمد بن خميس البطيني، والمركز الثالث وصلت مصيحة العويضة بن سهيل بن حمد العامري، والتوقيت الزمني 2:18. تهانينا والناموس لسالم بن الرملي العامري.